الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط هاديا إلى الجنة يا رب العالمين. وبعد، حديثنا عن أهمية القرآن في حياة المسلمين. لا بد للمسلم أن يكون له وقت من دقائق معدودة أن يقرأ القرآن بتدبر وتمعن، وهذه النصيحة هي لنفسي أولا ثم لحضراتكم ثانيا. والذي يأخذ بهذه النصيحة بإذن الله ليفتحن الله عليه من بركات البركات العظيمة من بركات السماء والأرض، وليأتينه من خير الدنيا والآخرة، وليرضينه الله ويكرمه سبحانه، فهو أكرم الأكرمين. إن الذي يجعل حياته ممزوجة بالقرآن لا تنفك عنه تلاوة من المصحف أو من الحفظ، أو استماع دائم في غير وقت التلاوة، أو يخصص له وقتا يستغل فراغه وأوقاته البينية، وقت المواصلات في الطرقات، وقت انشغاله بالأعمال لا تحتاج إلى تركيز، الله سبحانه وتعالى سوف يوجد له بركة عظيمة وتيسيرا لكل شؤونه، وسعادة غامرة في صدره ما كان ليجدها إلا ببركة كلام الله عز وجل. وانظر إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى لمن تعلق قلبه بالقرآن كيف يجد البركة في حياته. قال ربنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. من بركة القرآن أنه ما زحم شيئا إلا باركه ببركته. أحد المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي كان يوصي الضياء المقدسي لما بدأ شق طريقه لتعلم علم الحديث، قال له: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. هذا معناه إن درست أي باب من أبواب العلم، طب، هندسة، ما شئت، لكن أن تحافظ على وردك القرآني وقراءة القرآن بتدبر وتمعن، الله عز وجل يفتح لك أبواب الخير والبركة، ويوسع مداركك، ويرزقك الفهم والتحصيل، وتنجح ببركة القرآن الكريم. قال الضياء: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. ثم إن المسلم عليه أن يستزيد مع الأيام، فكل يوم من أيامنا يمر يقربنا من لقاء الله عز وجل والذهاب إليه بعد الاحتضار في القبر. فلا بد للمسلم أن يزيد في كل يوم أو في كل عام في ورده. قال أحد السلف: كلما زاد حزبي، أي الورد اليومي، أي وظيفته من القرآن، زادت البركة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. عبد الملك بن عمير يقول: كان يقال إن أبقى أو أنقى الناس عقولا قراء القرآن. نقاء القلب وبقاء العقل لا يضيع. قرطبي قال: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100 عام. 100 عام الوقت الذي لا يتهيأ فيه الإنسان لقراءة القرآن، استمع، أنصت، أنت تعرف من الذي تحب من القراء فانصت إليه، فإن الرحمة تأتيك عند سماع القرآن. يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل في حق الله واجبة، لعلكم ترحمون، أي سينزل الله عز وجل رحمته عليكم. وقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكلكم يحفظ قصة عبد الله بن مسعود الذي استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري.
فاجعل القرآن في بيتك دائما وفي حياتك دائما، وعلى قدر نصيبك من كلام الله استماعا وتلاوة تعلما وعملا وحفظا يكون نصيبك من رحمة الله. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء للصدور، زوال الهموم لا يكون إلا بالقرآن. شيخ الإسلام يقول: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله عز وجل. ابن الجوزي يقول: تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد، أمراض القلوب، ما يعمله العسل في علل الأجساد. إذا كان العسل جعله الله سببا في شفاء الأجساد، فالقرآن سببا لشفاء أمراض القلوب. وليكفينا ما قاله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا لم يكن هناك سبب كافيا إلا هذا، فهذا يدفع الإنسان أن يعتكف على كتاب الله ليلا ونهارا. سيشفع لنا هذا الرفيق المبارك في يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، تكون وحدك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فيأتي رفيقك الذي كنت ترافقه في حياتك في أطراف النهار وآناء الليل قارئا تاليا متدبرا، يكون أنا معك. يشفع لك في هذا الموقف العظيم وفي هذا الهول العظيم. وبيكفي إن صاحب القرآن مع هذا الخوف الشديد المنتشر بين الناس يكون صاحب القرآن في رضا وسرور. يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، أي ألبسه حلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. بعد هذا الكلام الطيب والنصيحة القيمة هذه، حذاري أن نكون من الغافلين عن كتاب الله أو الهاجرين له، لأن البعد عن القرآن هلاك لأنفسنا واختناق. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي يبعدون عنه. ثم قال بعدها: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن الغافل عن القرآن لفي خسارة عظيمة وحسرة كبيرة، لأن الله عز وجل ما أحب الله أحدا حبه لأهل القرآن. ألا تريد أن تكون من الذين يحبهم الله ويقربهم الله ويدنيهم من جلاله يوم القيامة؟ نريد طبعا، علينا أن نجاهد أنفسنا حتى نكون منهم. إذا لم أستطع فزاحمهم، لأنهم هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. لا تبخل، فالله يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إن الله عز وجل يقول: إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. أقبلوا على كتاب الله حفظا وفهما وتدبرا وتلاوة وصلاة وقياما وذكرا ودعوة الخلق إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا في ذلك اليوم المخيف بشفاعة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين وأنت راض عنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.